يلا عيني باسم دقعد نايم للظهر تنحرم عليها تنحرم وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها عم يمزح باسم لا تزعل لا 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 تزعل لا تعصب لا تزكى غربها وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها حتى واحدنا فقدها صابر سويت خوش طلابه هاي 55 ريال يا أستاذ هاي 55 ألف يا هي باسم البغدادي لا تعصب خليك هادي من باسم البغدادي لا تعصب خليك هادي وقع بالمقلب عادي غيرك نار وشعلو أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج المهنة الصعبة. حلقتنا لهذا اليوم مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين هاي المنقلة مال الكباب والتكة، بس حلقتنا مو يمه بالتكة والكباب، كذب حلقتنا يمه بالسمك. تعرفون ليش؟ لأن هاي ما بيها سكينة، أنا أريد محلات بيها سكاكين بلكت يذبحون ثمين وطبر وابو طبر شعلي جدي. راح نروح لابو السمك نورس، ايش قد راح تاخذين سمك؟ احترق الكباب. يلا راح نروح ننصب كاميراتنا يمه بالسمك، خليكم ويانا. تعال انتم لا منا 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 السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ بس لا احترقن السمكات. شلون صحتك؟ الاسم بالخير. باسم محمد حمودي. احنا برنامج المهنة الصعبة، نريد ننصب كاميراتنا هنا، نسوي لك لقاء بيه مجال. يلا اوكي يلا انت راح اشتغل. يلا شباب جيبوا لي الكاميرا الجوبرو. وجدتك وجدتك طائر الونه، وجدتك طائر الونه. السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم وين ما تكونون تتابعونا من خلال شاشة وطن هنا بغداد. حلقة جديدة من برنامج المهنة الصعبة.
احنا اليوم حاليا باحدى مناطق بغداد العزيزة، وتحديدا في منطقة الكرادة. راح نروح على محل، هذا اللي تشوفونه وراي، محل اسماك، يعني يبيع سمك مشوي ويبيع سمك ني. راح نشوف شنو الصعوبات اللي تلاقي هذه المهنة، مثل ما عودناكم كل مهنة نمر بيها نشوف الصعوبات. اوكي ابقوانا، طبعا هاي الدنيا شوية باردة، فلهذا الصعوبات. خليكم وياي وخلي نشوف وين صاحب السمك. الو، السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك حبيبي؟ شو اخبارك؟ احنا برنامج المهنه الصعبه من قناه هنا بغداد. اهلا وسهلا بك، نريد نسوي وياك لقاء بها مجال عادي. الله يحفظك، هذا ثرب له حلب لاب. حلب لاب شلون اعرفه حلب لاب؟ والله طاح حب هذا حلب لاب، ذاك صار 12 كف هذا، وباقي ايش قد بعد؟ الاسم محمد، مو محمد. محمد ايش قد صار لك تشتغل بهاي المهنه؟ صار لي تقريبا 6 سنوات. من يكمل البرنامج انت، برنامجنا اسم المهنه الصعبه. خلاص تلقيني شو الصعوبات اللي تمر بيك من خلال شغلك بالسمك، بالتعامل ويا الناس، بشرائك للسمك؟ والله كثير يا دوس، والله العظيم بس ما يخالف، بالتعامل يعني تعامل ويا الناس. تعامل ويا الناس شلون يعني؟ يعني يجيك يقول لك يا ريس والله على حسابي قاعد سمي اشتين بالدين، نفرح هذا الشيء بالدين، واتمنى تكون من الناس. خواك تبقط عنا الدين ممنوع ولا حتى تمر يعني تكون علينا زين. مو مرات مثلا واحد يعني دائما يجيك والله العظيم بسوي هذا كله على يعني والله مرات يجيك اي المحتاج، لا المحتاج واحد لاجل عيوبه. ليش ليش تبيع كذا؟ اتمنى من الشعب العراقي 5000 بدون شو راح يشوفنا بهذا البرنامج. اتمنى زين رخيص يعني سمكه بالكيلو 18000 والله العظيم لكم هذا الشغل 16000 16000 زين تنطي خبز تنطي زلاطه تنطي بس عمبا من الهم وال... بس عمبا مو بس خاله كل احنا مظلومين والله مكلف نفسك يا العمبا بيش رخيصه يا رب استر علينا وعلى اولادنا. زين يجيك واحد يقول لك اريد خبز؟ طبعا تشتري له هو يشتري؟ لا هو يشتري، هو يشتري اي لا تعبان كلش كلش. هاي المهنه منين يعني تعلمتها؟ والله من جعفر. جعفر من؟ جعفر استاذي. جعفر لا مسافر بلبنان. اه جعفر والله جعفر يعني هو كان يبيع سمك قبل ايش قد؟ قبل 4 سنوات. قبل 6 سنوات. قبل 6 سنوات. زين مو تشوف سعر السمك غالي 5000؟ لا والله انت عندك يلحق وراء عمال ومحل وحطب وكهرباء و... نعم اي صح. زين ما عندك انت يعني عندك عمال وياك؟ اي عندي عمال. عندك عمال صعب ليش تفتح؟ والله مو شرط، 8:30 9 الصبح 8:30 للعشرة بالليل. ايه و يعني اكثر شيء يعني اكثر شيء دائما البيع مالتك يصير بيا يوم وبالاوقات الاربعاء والجمعة. الاربعاء والجمعة ليش؟ يقول لك الاربعاء مستحب. نعم والجمعة العالم كلها قاعدة معطلة. ايه السلام عليكم. انا شنو دا تصورون؟ انا اسفه عيني بس اريد اخذ سمك لا ما تصير زحمه. قطع شباب قطع قطع كاد هسه ارجع لك بس كمل وينك يعني انا ما انتبهت. السلام عليكم شلونك عيني شلون صحتك؟ انا اسفه خاف اخرتك. بيش الكيلو؟ 5. هذا يلبط مو؟ خما ميت. اي عاش ايدك. شوف أنا أريد لي فد 10 سمكات، شوف لي كم كيلو تطلع إذا ما في الزحمة. 10 أريد يلبط عافية أريده مو ميت. إيه عاشت إيدك. ها شو حمرة ليش حمرة؟ صندوق يابا صندوق. ها ليش حمرة؟ هو نفس السمك ها بس رباني يجي لون أسود يجي لون أصفر. أقول لك شو يقولون الأسود طوخ هاي زينة يعني صح له؟ إي مال أقفاص ذاك. ها يعني صدق؟ اها يلا عيني عافيه نظف لي اياهم. اقول لك انتوا هم تشهون مو هم يعني تشهون سمك وهذه ها لا تشوف اريد تشوي لي فد 4 هنا يمك والباقي تنظف لي اياه واثنين تقصص لي اياهم. تسعة باقيات يلا اوكي بالله بس شوف لي قد يصيرن حتى اضبط يعني فلوسي وهذه. شوف لي اياهم وزن لي اياهم
بالله شوف ليش قد يصير عن فلوسهم. هلا 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 عم صدق تلبطها تلبط لبط. ايه بدور عليك بس ولد لي اياهم شوف ايش قد يصير عن. شوف المينمي والله خل اشوف هذا هاي حتى لو مو مشكله ارجع من عندهم اني. هاي ايش قد هسه دني؟ قول لي 5 كيلوات. ايش قد يصير حسابهم؟ 25. ها اعطيني بعد بعد بالله خلي لي هاي. ها 7400 35. خلي لي هاي الحمراء ما خليت اياها. خلي اخذها همين. هاي بس هذا اريده. 9 كيلوات. اها زين يعني 9 كيلوات 45000. اه زين بعد الخمس شيل هالمن وخليها. لا شلون؟ ما يصير؟ امشي 5000. ها والله شوف عيني سايد شو اسمه اريد اثنين او ثلاثه اسوي اليوم اريد تقطع اليوم هيك قطع قطع يعني كل سنه اربع قطع يا اريد. يا ثمين عيني فدول عيني يا ثمين يا ثمين لو يا ضعيف والباقي شوي اياه. يا عافية نظف لي اياها همينة اقول لك هو خليكم ويانا اعزائي المشاهدين خلي اسال محمد وهو دا يشتغل كم سؤال محمد حبيبي العفو اختي بلا سامع عليك يابا خذ راحتك هسه انت هاي السمكه بعد عدله وفتحته مو لازم المفروض تنذبح؟ تنذبح هي انذبحت والله شلون؟ على الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا اها لازم تنذبح اول مره تنذبح اشوفها تتحرك طالع احنا نضربها بس ندوخها ما نقتلها اه يعني ما تموتها لا تموت هاي اذا داخلت شنو تذبحها هذه شيل حركتها ونذبحها ليش يشيل حركتها مو خطيه هو هذا الله محللها بعد والنعم بالله الله يرزقك ان شاء الله باقيين وياكم اعزائي المشاهدين والمهنه الصعبه ها عيني ثمين ها يابا اقول لك انا يم ابو السمك بالفرع مال ملك التمور تقدر تجيني هسه؟ يا اسماك العزاوي تعالي هسه تدري ليش؟ لان انا فلوسي ماشي على يعني هوايه دي الله عيني انتظرك انتظرك دي الله هلا عفية الثرب الثرب اهم شيء مو الذبه هاي كيف تاكل شيء هون وحده راح اقطعك اي اي عاشت ايدك اربع قطع سوي لي اياها باقيين وياكم اعزائي المشاهدين ومثل ما تشوفون كل مهنه والها صعوبه الله يساعدكم كلها تعب التعب مهنه السماك شنو الصعوبه عنده يقول ما عنده اي صعوبه بس احتمال يعني اليوم راح يشوف اكو صعوبه بالتعامل قلت له حسابك 45 مو 45 هسه يجي زوجي همين انا شنو ما شايله فاجيت هسه بالهذي ان شاء الله يجي ونعطيك فلوس زين هاي ننتظر الما تشويهن مو يمك ايش قد ساعه ها اوكي مو مشكله ساعه ها عيني شلونك؟ الله يسلمك اقول لك هاي جيب السمك اليوم اللي عاد دخل ثمين اعزائي المشاهدين اي وصار حساب 45000 ايش بابا انت غبيه؟ منين ال 45 مو قلت لك كيلو واحد كيلو مو شفتهن كبار مو قلنا لك كيلو وعتمه الاحمر تسويها وانا هم جبت عتمه الاحمر بس هذين اثنين نشويهن اكيد امك خواتي امي وخواتي العشاء دي غيرها سودا ان شاء الله على امك وعلى خواتي والله ابتديت بلوى يا رب انا متزوج ايش دوم زوج امك يا عيني جايين خطار يا بيطبهم مرض شو العلاقه انا بيهم؟ مش بابا انت ولا غبي انت؟ هسه بعد يعني شو تريد هسه ارجعهم يعني بعد الولد استغفر الله يا رب هاي مرتين طلقت يعني لا ثالثه طلقت يعني مش تريدين بس قولي شو تريدين؟ انت تريد تسوين عيش انت مو تعرفين يوم يتك 15000 دينار دراجه عاطله بيتها بالشارع شنو يعني انا اقول ارجعهم؟ ما يصير بعد رجعين رجعين بابا رجعين رجعين بابا ليش كذا احسب لك اياه؟ اخوي بيش كيلو بيزحنا؟ خمسة عم ايش داهم خمسة كل مكان 3000 وين عم بثلاثة يبيعون جميلة بثلاثة ونص ب 2000 دينار وينك اخوي؟ كم كيلو سويتي؟ اه جبت ثلاثة 45 45000 صارن يا عيني ومنين اجيب 45؟ ايش قد عندك انت هسه؟ ما عندي 10000 10000 انا عندي بس 15 بجيبي معودة اي 25 قول له هو شنو يقبل؟ تورطيني انت؟ لا هيك ماكو شيء انا مو سمعت انا وصيت على كيلو جايبت لي 5 كيلوات هي وصلتها وبعد ذبحنا اي بس هواي الكيل تبيعونه بخمسه هواي ليش ب 3000 كل مكان وين ب 3000 تعال ادري يعني انت بالكراده في تطلع يعني ايجارك براسي شنو ايجار براسي؟ لا يا اخي غالي غالي مو هيك اخي العزيز هي الاثنيه وصلت له انا بالمحل دعت وياك اي اهلا وسهلا زين
ما وصلت هالقد وايد غير حاسب حسابك انت اخوي الكيلو ب 3000 بكل مكان انت تبيع ب 5 يعني تاخذ مني 20 ريال زين حسبته خلته تاخذ راجعه شنو راجعه رجعه شنو رجعه بس وصل السبع شنو رجعه انتوا شنو اعصاب انتم قفاصه شنو نفسك شنو اعصاب ما ود اقول يا الله رجعه هذا ايش ما ما ادري شلون تحكي تاخذه غصبا عليك يلا ودا ما شو تسوي غصبا عليك ما اخذه لا تسيء عليه ما اخذ شنو الاشكال حبيبي رجع لا تدخل رجع حبيبي عندي تصوير ادري تصوير غير وقت التصوير بلا زحمه عليك هاي مشاكل عائليه انا وزوجتي ارجوك اخي العزيز وصل ولد على 5 سنكات الوقت ورا ما ذبح نكمل يقول انا ما ردت ما شايف حاسبه وخذ انت الطين الفقره تطري في سبيل الله ما عندك اخوي ما عندي اخي اخي بلا زعم عليك كيلو ب 3000 هنا يبغونه وين ابو 3000 يعني انت ادري انت تجيب الكراده طلع ايجار براسي ايجار عشان هي زوجتك عاملت ويا الاخ عاملت وياك عاملت وياك بعد شنو زوجتك غبيه اخوي ما لك غبيه اختي العزيزه قالت جيب 5 كيلو اي اي بس انا ما عبالي يعني الله العظيم لا لا هو دائما هيك ما هاي حبيب ما عنده حساب انا رجع السمك ما اريد شلون رجع انا عارف تعال شلون رجع هاي سوالف هاي سوالف شايفين وعده هوايه اخذ السكشات اقول لك لا تبيع مالاتك علي رجاء لا تبيعن علي ولا هذا لا تبيعن علي رجاء لا تدفع لا تدفع لا تدفع لا تدفع لا تدفع عليك لا تدفع لا تسوي شنو اخذ ايدك شنو انت سايز رجال براسي رجال شو اخذ شو اخذ شو اخذ وقف كاميرا خفيه معود كاميرا خفيه شيل العصب يا محمد دير الكاميرا دير كاميرا خفيه والله كاميرا خفيه والله كاميرا خفيه شيل انت تقول لهم رجال شيل تقول لهم رجال شباب وين 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 هذا الرجال شارح شباب شو اسم منك والدي السلام عليكم شلونك حبيبي شلون صحتك طبعا انا اهنيك على برودة الاعصاب بس ابنك محمد كلش عصبي واحنا تدخلنا باخر الموقف خيال وهي آسيا وكريستال شركة آسيا لصناعة الأصباغ المحدودة بغداد عويريج المنطقة الصناعية رقم الهاتف 07901921102 احنا اردنا نوصل اول شيء الابتسامة لجمهورنا ونوصل مسج رسالة لكل المشاهدين واخواننا شلون يتعاملون ويا اصحاب المهن هو شلون يتعامل ياك والله شو كان مشدود وبس انا زعلت على مو زوجته خطير اي لانه جواز عليها و كم صرت 45 شنو قيمتها ايش قد فلوس السمش قد كان محمد 45 الف مال السمش واحنا نعتذر من عندكم بس حبينا هذا قام يطد دولارات شكرا يلا عيني باسم دقعد نايم للظهر عم يمزح باسم لا تزعل لا تعصب لا تستغرب وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها لا 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 تزعل لا تعصب لا تستغرب وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها
صواب ابوك هيوات شنو صواب مو هيوات يعني ايش عليك شعلي ابو ما نصدق هيجي من لمو قليل ليش هيجي تسوي باسم بينا هذا برنامج المبلغ بيتقيل من كثر ما نضحك تبجينا عبرت وظنينا هالموقف صحيح حتى واحدنا فقدها صابه سويت خوش طلابه هاي 55 ريال يا استاذ هاي 55 ألف يا هي باسم البغدادي لا تعصب خليك هادي لين باسم البغدادي لا تعصب خليك هادي وقع بالمقلب عادي غيرك نار وشعلوه